للمتابعة ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ علي الفايلي. أهلا بك أستاذ علي. إذن الكرد يلوحون بالمعارضة والبعض ذهب إلى أبعد من ذلك حتى إعادة الاستفتاء. أين تبدأ خيارات الكرد وأين تنتهي إذا الاعتراض على قانون الاقتراض؟ التصويت على القانون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تحية لكم والمشاهدين الكرام. بالحقيقة ما جرى في قبة برلمان الاتحادي يوم أول أمس هو إطلاق رصاصة الرحمة على آخر حبال الود الذي كان يربط الإقليم بالحكومة الاتحادية. هو انقلاب على الدستور وانقلاب على الأسس التي بنيت عليها العملية السياسية من بعد سقوط النظام، وهو الشراكة والتوافق والتوازن. وهذا نسف للشراكة وإخلال بالتوازن ونسف للتوافق أيضا. دل على شيء يدل على بأن هذه الطبقة السياسية التي فشلت في كل شيء، فشلت في بناء الدولة، فشلت في إدارة الدولة، فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين، فشلت في إعمار العراق، لم تنجح سوى بشيء واحد، هو سرقة أموال العراق وافتعال الأزمات لتغطية على هذه السرقات وإشعال الحروب الوهمية كي توهم المواطن العراقي بأنها المدافعة عن حقوق المواطن العراقي. هذا كلام يعني قول حق يراد به باطل. لماذا يعني، أو إذا عدنا ونؤكد بأنه هذه الأزمة هي مفتعلة، يعني ميزانية العراق هو 135 تريليون، مضاف إليه تريليون واحد يعني الحالات الطوارئ أي 136 تريليون. بحسبة بسيطة، حصة الإقليم من الموازنة 12.67% يساوي 17 تريليون فاصلة 23 مليار. يعني افترضنا جدلا أن تبيع حكومة إقليم كردستان في أفضل حالاتها بالنسبة لأسعار النفط 5 تريليون سنويا، وكل ما تدفعه تعهدت به الحكومة الاتحادية بدفع جزء من رواتب الموظفين شهريا 320 مليار، أي يساوي 3.8 تريليون. كل هذا لا يساوي 9 تريليون، أي ما زال في ذمة الحكومة الاتحادية أكثر من 8 تريليون. تستطيع أن تستقطع ما تراه في ذمة حكومة إقليم كردستان من هذه المبالغ. لكن يعني بغداد هناك بعض الوجوه السياسية في بغداد وقطع أرزاق المواطنين في إقليم كردستان، هذا يعني حرب على شن الحرب على إقليم كردستان وشعب إقليم كردستان، وإعلان حرب هذا لا تقل عن 2017 عندما حرك رئيس الوزراء السابق آنذاك الجيوش الجرارة لاحتلال مدن كردستان. نعم، فشعب كردستان لا يرضخ أمام هذه الضغوط. إذا ما وصفته لدينا الدستور ولا نطالب شيء سوى العودة إلى الدستور. إذا ما وصفته بأنه إعلان للحرب، ما هي خيارات الكرد إزاء ذلك؟ سيدتي العزيزة، خيارات الكرد هي عديدة وكثيرة. نحن بالأساس من بعد سقوط النظام كنا نريد أن نكون شركاء حقيقيين في الوطن وفي بناء العراق الجديد، ولكن يبدو بأن هذه الطبقة السياسية المفلسة الفاشلة كانت تريد الكرد كإكسسوار لتزيين هذه الديمقراطية المزيفة. خيارات الكرد كثيرة، ويوم غد سوف يجتمع يعني الأخوة أعضاء مجلس النواب من الكرد وكذلك الأحزاب السياسية والرئاسات الثلاث في رئاسة إقليم كردستان ويتخذوا قرارا وطنيا موحدا. طيب، بخصوص هذا الاجتماع، هذه الحملة الشرسة ضد إقليم كردستان، بخصوص لأنه هذا هدف هؤلاء هو واضح وجلي جدا لكل منصف، هم يريدوا أن يوقفوا عجلة التقدم والتطور والإعمار في إقليم كردستان. طيب، كي يغطوا أستاذ علي، بخصوص الاجتماع الذي أشرت إليه في المدن العراقية الأخرى، بخصوص الاجتماع الذي أشرت إليه، غدا هناك كما قلت اجتماع بين رئاسات الثلاث وبين ممثلين الإقليم في بغداد، وتحدثت عن موقف كردي موحد يعول أن يخرج من هذا الاجتماع، لكن اليوم كتلة التغيير مثلا أعلنت أنها ستقاطع هذا الاجتماع. كيف تفسرون هذا الإحجام عن حضور هذا الاجتماع في ظل الحاجة إلى موقف كردي موحد؟
التصريحات هي ليس من كتلة التغيير، هناك بعض الأخوة في كتلة التغيير لديهم رأي مغاير، لكن كتلة التغيير هو شريك أساسي في حكومة إقليم كردستان وأحد الدعائم الأساسية العملية السياسية في كردستان، ولكن بعض نواب حركة التغيير في بغداد يبدو يعني لديهم مواقف مغايرة لنتيجة بقائهم في بغداد ومجاملة بعض القوى السياسية في بغداد، لديهم رأي آخر، ولكن هؤلاء لا يتعدوا عدد أصابع اليد داخل حركة التغيير. حركة التغيير ومشارك أساسي في الحكومة وسوف يشارك في الاجتماع، ولديهم رأي موحد مع بقية أبناء الشعب الكردي والقوى السياسية في إقليم كردستان. أستاذ علي، في إجابتك الأولى قلت أن هذه الأزمة هي أزمة مفتعلة من قبل بغداد، هناك من يقول بأن هذه الأزمة تعود إلى بعض الجهات التي لم يرق لها العلاقة التي تحسنت في الآونة الأخيرة بين بغداد وبين أربيل، يعني زيارات بين الكاظمي وبين أربيل، وجوه أربيل السياسية. هل تعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يكون صحيحاً؟ يعني هذه الأزمة مفتعلة من بعض الجهات التي لا تريد للعلاقة بين بغداد وأربيل أن تعود. سيدتي العزيزة، يعني هؤلاء مع الأسف الشديد هذه هي بضاعتهم، لا يملكون شيئاً آخر لتقديمه للمواطنين سوى إيهام المواطنين. وكذلك هذا لو عدنا إلى الوراء، عندما فشلت نفس هذه الكتل باختيار رئيس وزراء وتسمية الكتلة الأكبر، اتفقوا على السيد عادل عبد المهدي كمرشح توافقي، وعند بعد مرور عام لم يستطيعوا أن يحصلوا على من سيد عادل عبد المهدي على كل ما يريدون، فسحبوا البساط والثقة من تحت أقدام سيد عادل عبد المهدي، وسحبوا الثقة من سيد عادل عبد المهدي. فلهذا اليوم يعيد نفس العمل اتجاه السيد الكاظمي بعد أن أجبروا على سيد الكاظمي. يعني هو هذه العملية موجهة ضد السيد الكاظمي قبل ما تكون ضد إقليم كردستان. يعني بالضبط هي هذه عملية مفتعلة، ويحاولوا أن يسوقوا هذه البضاعة الفاسدة للمواطن العراقي. ولكن أنا أجزم وأؤكد بأنه المواطن العراقي هو أذكى من ذلك، بحيث تمر عليه هذه الألاعيب وهذه البضاعة الفاسدة. إذن هذه الأزمة تستهدف أيضا رئيس الوزراء كما أشرت، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ علي الفيري، كنت معنا مباشرة من أربيل، أشكرك جزيل الشكر.